فيرست كلاس. انا اسفه جدا. يعني هقعد ايكونومي اكل وجبات بلاستيك؟ انا فعلا اللي غلطان، انا اللي غيرت التيكتس. وبعدين كل يهون يا هايدي عشان خاطر مصر. تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عيل وعايش من ده؟ هات ده بقى نستيب يحبو وخد ديت. انت ايه اللي جابك؟ ايه يا سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمان يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثه يا خال. فنان ايه يا دو ده بايه؟ ده انت من عيله الاباصير يعني. يا راجل بقى ده اباصيري بقى شندويلي. اباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تقرنا؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله؟ يا خال دلوقتي في نت، في تكاتك، انت مش بتسمع الاغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني. وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلام هديلك على وش امك. لا مؤاخذه يا نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخويا. انت عايز تقرنها بدي الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيلة واطية يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف خالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لمؤاخذه بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش له حاجه عندي، محدش له حاجه. ولد انت يا ده، انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم مال وهدومك وتشرف العيله. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفريه بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغه لانجوج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد هحزم به السوق. وبعدين برقصه. وبعدين لا انت عليك بقى، خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في متعوقبه؟ نرجع تاني لمدان لبنان وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده؟ انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في الشغل. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك. معاك يا خال. يلا. معاك في اي مكان، صحرا كان او بستان، اي حته المهم امان. تمام يابا، زي الفل هنا. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. نعم نعم اطمن، أنا دلوقتي في المطار. نعم الفلاشة معايا، بس بعد إذنك يا مولانا يا ريت تبعت لي عنوان الشقة اللي أنتوا أجرتوها في رسالة نصية، علشان أول ما أنزل لبنان أوريها لسواق الميكروباص عشان أوصل. في رعاية الله، في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله. بيبو. نعم يا طارق. أنا مش عايزك تسافر. أنا رايح مكان أحسن من هنا، رايح الولاية. ولاية إيه؟ ولاية الحق. أنت مش فاهم، أنا هبسطها لك. مش أنت بتحب برشلونة؟ آه. مش فاكر لما بهدلت أبوك لحد ما جاب لك الفالينة بتاعت برشلونة؟ أهي برشلونة دي بتاعتنا الأندلس، وأنا رايح أرجع برشلونة، وساعتها جايزتك هتبقى الفالنة الأصلية بتاعت برشلونة. عمرة مقبولة يا ابني. أمين يا ماما، بس أنا مش رايح الحجاز، أنا رايح لبلاد. فين دي يا ابني؟ في بيروت. تقبل الله. خد بالك من نفسك يا ماما. حاضر يا حبيبي. بابا. سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك يا حبيبي. خد بالك أنت من الميكروباص. في عينيا يا حبيبي. أنت بقى أنت. يلا اتفضل أرجوك. أيوه أيوه حاضر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا إيه؟ الباسبور. اتفضل اتفضل. انت رايح فين؟ لبنان. مين؟ بيروت. بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟ انه المجون سياحه. سياحه. نروح نعمل ايه يعني؟ وسايب دقنك كده ليه؟ نعم؟ سايب دقنك كده ليه؟
اصلها ملتهبه. هي ايه دي؟ دقني. لا مصحى ما حضرتك اصلها موضه وانت عارف البنات بقى بيحبوا الدقن. اه طبعا اعرف. طبعا. يعني انت مش سايبها سنه؟ اللهم صل على النبي. هي التجوز برضه سنه. طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك. ما انا مش مربيه سنه. بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك. انا عايز افهم دلوقتي معلش، يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئله شخصيه، هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه سرق وانت بترجعه له؟ ايه ده؟ انت مين وبتزعل ايه؟ انت تعرفه؟ لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا، بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سالخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟ لا لا ايه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ انت كده بتشتمني. انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني ما حدش بيعمل ضوافر سكوير خالص. بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاه قنبله هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها. لا 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 يا باشا خلاص يا باشمهندس، من غير ضرب حضرتك شوف اللي صح واعمله، انا هتفتش. صدق ان انا غلطان، انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي. انت بتلغي كتير ليه؟ معلش طبيعه الشغل هي. ايه يا استاذ بالدور يا استاذ؟ بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص، وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف لان عندي خشونه في الركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك يا استاذ دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معاها بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقدر اسرع. تعالى تعالى فتش تعال بس. شفت لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا برضه تتكلم تاني. قلت لك دي طبيعه شغل. كابتن انا مش فاهم طبيعه يا كابتن. ايه الغاوي اللي طلعها بالدور؟ ايه انتوا غاوي انتوا؟ وين الواد ده منزل دي الاثنين؟ معلش يا باشا انتوا على لي بقى هنا على جنب يا باشا. احنا كله في طول. ممكن اقعد هنا بليز لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. لا 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 حضرتك يعني عذرا انا هقعد جنب صاحبي عشان هو ما بيحبش بنات عرايا يقعدوا جنبه. صاحبك ايه؟ لا تعالي مش صاحبي. لا لا مش صاحبي. تعالي انا اسف. خدي يا مارشميلو. لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش. مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده. بالعكس انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى. النصارى؟ نعم. تمام. نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟ الكمبيوتر؟ نعم. دمية. بتعمل ايه؟ بضيع وقت. طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. رحلة رقم 504 باب فروج. انا اسمي بيبو. لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده. لا لا اسمي بيبو. بيبو 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 يا سلام يا خطيب. بيبو. بيبو خلاص تمام. بيبو. انا كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو. مش لازم اقول لك اسمي بالكامل. ده انت عسل. شكرا. واسم حضرتك ايه؟ هاني. هاني هاني هاني. فين الشنطه اللي فيها الفلاشه يا هاني؟ فلاشه ايه؟ الشنطة بتاعتك اللي هيكونوا خدوها منك ساعة التفتيش، هي فين؟ لا موجودة الشنطة موجودة، بس انت هرستها. موجودة الحمد لله، اصلها حلوة وغالية. هاني. نعم. هو انت بصت ايد الراجل ده ليه؟ عشان الراجل ده ابونا. هو انت كفتس النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبنان؟ بس انا هنزل يعني بدري. هو في محطة قبل بريوت؟ في محطة كده بين. انت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان. الحمد لله. المهم تنزل اخر الخط ومعنا الشهر.
بونجور. بونجورين. انفيتيشن بليز. نعم؟ تيكت الدعوة يا زلمة. عيب قلة الأدب دي، أنا مش زلمة، ليه تقول لي زلمة؟ أنت مو زلمة؟ أنت زلمة عم أسألك عن عيب. عيب كده يا زلمة يا لا عيب. وين تيكت الدعوة؟ مش معنى أنا اللي وقفتني، ما أنت كلهم دخلتهم، بتسألني أنا ليه؟ هيدي مسابقة ملكة جمال لبنان، عشان تفوت لهون لازم دعوة أو تيكت. أنا بصراحة معيش دعوة. يبقى تشتري تيكت. ماشي نشتري، بكام التيكت؟ $1,500. ما قلتش بكام يعني. $1,500 عم أقول لك. رح تشتغل ولا بتفل من هون؟ لا انا هفل. طب يلا فل من هون. ربنا يسامحك. رح سامحنا. يلا استغفر الله العظيم وكل زمن العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرية 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 حرية. مش عارف ايه الستات دي كلها، ده كده هروح النار حتف. طب اعمل ايه في عينيا؟ اقلعها واحطها في جيبي. السلام عليكم ورحمه الله يا اخ. امرني خي. معك مشمش حبيب قلبي؟ معي مشمش. منين؟ انا جاي على سفر وهو مش اول المشمش. لا لا لا، هيدا اسمي مشمش. اسمك مشمش؟ ايه الحموي. اللهم صل على النبي، لا حول ولا قوه الا بالله. شوف كده انا يعني بالفراسه كده، انت من الاخوه وسماهم على وجوههم واللحيه الجميله يعني بسم الله ما شاء الله يعني. الا اخ مشمش، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ نحن بنتظاهر من اجل الحريه الكل الجايز هون بلبنان منشان نلغي المسابقه. تخيل خيي، ما بدهم يدخلونا المسابقه لمجرد اننا قليين. اصبحنا اقليه دلوقتي بعد ما كنا ملوك الارض شرقا وغربا، بعد ما كنا ملوك الاندلس، دلوقتي بنتظاهر عشان حقوقنا. ده استغفر الله العظيم، ده الكفر ده يا اخي. شو بدك هلا؟ انا عندي احساس ان الناس اللي جوه دول معنصرين ضد الاخوه، وانا بصراحه كده يعني ايه، انا عاجبني فيكم ترابطكم وتلاحمكم والموقف اللي انتوا واخدينه، عشان كده انا هاخد معاكم. اوه تقبرني خيي، بدك تاخد؟ هاخد طبعا، وانا صغير. بص يا خمشمش، المسابقه دي احنا لازم نسافرها. اخواني لقد حدثت الفاجعه، انهم يقتلون الجياد، انهم يقتلون الجهاد، اليس كذلك؟ لقد اتى علينا اليوم الذي اصبحنا فيه اقليه، نحن اقليه بعد ما كنا ملوك الدنيا شرقا وغربا، ملوك الاندلس. برشلونه دي بتاعتنا، يجي علينا اليوم ونصبح اقليه؟ ولكن هيهات، لقد انتشر الفساد في الارض، انتشر الفساد في الارض. هم عايزين يزحلقونا، بس احنا مش هنمشي، هم يمشوا. مش هنمشي، هم يمشوا. مش هنمشي، هم يمشوا. الولاد اتأخرت قوي يا خال. معلش يا ابني، دي المعلمة. انت عارف المعلمة في لبنان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني معدية الـ80. معدية الـ80؟ ده هتلاقيها ولية كبيرة بقى ومتسيغة وعمالة تجر رجليها من كتر الصيغة اللي لابساها. اوبا، هي دي المعلمة. شبه نادية الجندي. الجندي نفسه. الله الله ما شاء الله. شو عم تعمل؟ بطلب الاسانسير. اصل كنت عايز اطلع اقول لك كلمه في ودني. مهضوم. ده قعدت زينا هلا.